توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله وما توفيقي إلا بالله. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله بتوفيق المولى عز وجل معنا أول محاضرة في باب الحركة على سطح دائرة. تعالى نمشي بالموضوع واحدة واحدة. أنا عشان أتحرك على سطح الدائرة وأنا ماشي على سطح الدائرة بص كده لإيدي، هل الاتجاه ثابت ولا عمال يتغير؟ طيب تعالى نرجع شوية للذاكرة. جسم كان في حالة سكون وتحول لحالة حركة، أو جسم كان بيتحرك سرعته زادت أو سرعته قلت، هل ده من نفسه ولا تأثر بقوة؟ تأثر بقوة. يعني طالما في حركة بسرعة متغيرة يبقى الجسم بيتأثر بقوة. تعال أحكي لك الحكاية من البداية خالص. بسم الله. تعال أنس، ده جسم ولا مش جسم؟ بيتحرك في الاتجاه ده، ده متجه الحركة بتاعه هو. ده كده متجه الحركة. رحت أنا مؤثر عليه بقوة وكان اتجاه القوة في نفس اتجاه الحركة. وكان اتجاه القوة ها؟ نتيجة إن أنا أثرت عليه بقوة في نفس الاتجاه، مقدار السرعة هي إيه؟ أي يتحرك بعجلة تزايدية. هو كان ماشي كده قبل ما أثر عليه. قبل أنا ما أثر عليه كان ده اتجاهه. طب لما انا اثرت عليه هل اتجاهه اتغير؟ التغير كان فيه. هو كان ماشي كده فتاثر بقوه، مقدار السرعه هي ايه؟ لكن الاتجاه يظل ثابت. صليت على سيدنا محمد. طيب لو هو جاي لي كده رحت انا مؤثر عليه قوه في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ مقدار السرعه هيبدا يقل، مقدار السرعة. ولكن سي هو كان ماشي كده فتأثر بقوة كده، مقدار السرعة هي ايه؟ هل اتجاه السرعة هيتغير؟ هيظل ثابت. اللي احنا كنا بندرسهم اذا اثرت قوة في نفس اتجاه السرعة، اي الزاوية بين متجه القوة والسرعة، حد يقول لي بتساوي صفر؟ فقولا واحدا مقدار السرعة هيزيد لكن الاتجاه لا يتغير. وإذا أثرت القوة في عكس اتجاه الحركة، يعني الزاوية بينهم كم درجة، فإن مقدار السرعة يقل وأيضا الاتجاه لا يتغير. أي إذا كانت الزاوية بين متجه السرعة ومتجه القوة تساوي، أي أن القوة تعمل في نفس اتجاه الحركة، فإن الجسم يتحرك بعجلة تزايدية. أما إذا كانت الزاوية بين متجه السرعة ومتجه القوة تساوي، أي أن القوة تعمل في عكس اتجاه الحركة، فإن مقدار السرعة يقل ويتحرك الجسم بعجلة. وفي الحالتين سواء كانت الزاوية أو الزاوية فإن اتجاه السرعة ثابت. صلينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أثرت القوة على الجسم، بص المشهد ده، القوة داخلة على الجسم كده، حد يقول لي الزاوية دي كم درجة؟ دي كده الزاوية دي كده كم درجة؟ إذا كان اتجاه القوة عمودي على اتجاه السرعة، بص اللي هيحصل، الجسم هتحصل فيه عمليات. يعني عشان الجسم يتحرك حركة لابد أن يتأثر بقوة، كمل الجملة، عمودية على اتجاه السرعة. وهنا لو كان اتجاه القوة عمودي على اتجاه السرعة، يا عيني على اللي فاهم، الزاوية بينهم كم درجة؟ في هذه الحالة يتحرك الجسم حركة دائرية. يعني ايه يا حسين؟
لو حضرتك رحت رابط حجر في حبل، آدي الحجر وآدي الحبل، وانت واقف هنا ماسك الحبل بإيدك اهو، الحبل كده بيتحرك، الحجر بيتحرك حركة. سؤال، لو جينا خدنا صورنا المشهد بالبطيء، هلاقي الحجر ماشي كده، بعدها بيجي لي كده، بعدها بينزل لي كده، صح؟ حد يرد عليا، بعدها بيجي لي كده، بعدها بيرجع لنفس النقطة. عايزك تبص على حسام، هل اتجاه الحجر أثناء الدوران ثابت ولا بيتغير؟ أي أنه إذا كانت القوة عمودية على السرعة، يعني الزاوية بينهم كم درجة؟ 90، فإنها تسبب تغير في مقدار السرعة ولا اتجاه السرعة؟ تسبب تغير في اتجاه السرعة. الله أكبر، لكن المقدار ثابت. لا استناني، لو الزاوية بين متجه القوة والسرعة كام؟ لو الزاوية بين متجه القوة ومتجه السرعة كام؟ التغير في المقدار لكن الاتجاه. أما إذا كانت الزاوية فإن التغير فيه لكن المقدار. أي أن الجسم يتحرك على سطح الدائرة بسرعة منتظمة، لذلك الحركة الدائرية تسمى الحركة الدائرية المنتظمة. الله 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 الله. طيب خصائص الحركة على سطح دائرة، إلهي اللي يقولها بصوت عالي يجيب مجموعة لمقدار الله. سمعني ماله ثابت. اللي شاف المشهد، هل اتجاه السرعة ثابت ولا متغير؟ يا حبيبي يا رسول الله صل عليه، مقدار السرعة ماله ثابت لكن اتجاه السرعة متغير. متجه القوة، لو انا جيت بصيت وعملت مماس كده، هو نص القطر، ايه علاقته بالمماس؟ عمودي عليه. حضرتك لو جيت بصيت كده، لو جيت بصيت كده، لو جيت بصيت كده، انا ماسك بايدي الحبل كده والحجر اهو، القوة بتاعتي هي اللي بتحرك الحجر. متجه القوة، ايه علاقته بمتجه السرعة؟ حد يرد عليها؟ عمودي عليه. اي ان خصائص الحركة الدائرية، متجه القوة يا رب تحقق حلمك، عمودي على، حد يكمل الجملة، ها، متجه السرعة. تالت حاجة جميلة دي، متجه الله. متجه ليه؟ هو الجسم بيتحرك على سطح الدائرة بسرعة، مش احنا خدنا لو بيتحرك بسرعة منتظمة العجلة بتساوي؟ لا افكرك، قول لي تعريف العجلة. العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن، معدل تغير السرعة الايه؟ السرعة. السرعة كمية متجهة، ليها مقدار وليها اتجاه. قبل محاضرة النهاردة احنا كنا بناخد الحركة في خط، كان الاتجاه ايه؟ ثابت. فكان بيبقى في عجلة يا اما مقدار السرعة بيقيه، يا اما مقدار السرعة، يعني قبل كده كانت العجلة تعتمد على تغير المقدار لان كان اتجاه السرعة ثابت. فكان سابقا عندما يتحرك الجسم، حد يرد علي، بسرعة ملها؟ سرعة ملها؟ فكان المقدار ثابت والاتجاه، فكانت العجلة تساوي أما الآن المقدار ماله؟ هل الاتجاه ثابت ولا متغير؟ كان حسام بيقول لك عندك قوة، عندك عجلة، صح، ولكن العجلة هنا لا تعتمد على تغير المقدار،
كمل انت الجملة، ولكن تعتمد على تغير الاتجاه. صلي على حبيبك. من الاسئلة المقالية الممتعة، قد تفيد الله الشك، قد برهاب سميمي، قد يتحرك الجسم بسرعة منتظمة وتكون له عجلة. صح ولا غلط؟ نعم، قد يتحرك الجسم بسرعة منتظمة وتكون له عجلة عندما يتحرك الجسم على سطحه، لأن العجلة على سطح الدايرة تعتمد على تغير اتجاه السرعة ولا تعتمد على تغير مقدار السرعة. أي أن من خصائص الحركة الدائرية، يا رب اللي يقولها بصوت عالي يجيب مجموع عالي، مقدار السرعة اتجاه السرعة القوة عمودية على اتجاه الايه؟ هقول جملة ما فهمهاش اي طالب، متجه الله نفس اتجاه القوة. نفس اتجاه الايه؟ الله نفس اتجاه الايه؟ انا هقول هنا كلام وهرجع اقول هنا اللي يعرف يترجم. صلي على سيدنا محمد وقل صلى الله عليه وسلم. عشرة اتحرك على سطح الايه؟ ما حدش رد. عشرة اتحرك على سطح الايه؟ مقدار السرعة ماله؟ مقدار السرعة ماله؟ زعلان مقدار السرعة ماله؟ اتجاه السرعة ماله؟ اتجاه السرعة ماله؟ لازم يبقى فيه ايه؟ لازم يبقى فيه ايه؟ ايه علاقتها بالسرعة؟ ايه علاقتها بمتجه السرعة؟ وطالما عندك قوة، عندك قوة، واتجاه العجلة نفس اتجاه القوة. شروط الحركة على سطح الدايرة، عشان يفضل الحجر ده بيدور لازم يفضل مربوط في الخيط. صح. الارض بتدور حوالين الله، والقمر بيدور حوالين، وسبحان اعز من قائل كل في فلك. الارض اشمعنى بتدور حوالين الشمس؟ عشان الشمس بتجذب الارض. القمر اشمعنى بيدور حول الارض؟ اي انه لكي يستمر الحجر في الدوران لازم قوتها جسم. عشان اتحرك حركة دائرية لابد من وجود قوة. فرح قلبي، قوة مركزية. الله على هيعرف يترجم قوة مركزية. تغير من اله يسعدك دنيا واخرة. تغير من اتجاه الايه؟ الله 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 على اللي يعرف ينقى. تغير من ايه؟ سمعني صوتك. تغير من اتجاه الايه؟ لا تؤثر. حد يرد علي على مقدار السرعة. صلت على سيدنا محمد. القوة بص بصي الحبل اهو بيعمل ايه في الحجر؟ بيدوره. اتجاهه بيت ايه؟ مقدار السرعة ايه؟ اللي يعرف يقول دي طالما عندك قوة. اتجاه العجلة في نفس اتجاه الله الله الله. اتجاه العجلة في نفس اتجاه اللي يقول دي يا رب يحقق حلمه. عمودية على اتجاه. صح صح. الله. هقول حاجة لذيذة خالص بقى. هقول حاجة لذيذة خالص. طالما هتحرك على سطح زعلان، طالما هتحرك على سطح ايه؟ لازم يبقى فيه قوة تغير من اتجاه الله ولا تؤثر على. وطالما عندك قوة، عندك في نفس اتجاه، عمودية على اتجاه، وتعتمد على تغير مقدار السرعة ام اتجاه السرعة. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يتحرك فيها الجسم بسرعة منتظمة وتكون له عجلة، لان العجلة في هذه الحالة تعتمد على تغير الاتجاه ولا تعتمد على تغير. صليت على سيدنا محمد. اذا لو جيت بصيت معايا هتلاقيني ملخص لك اللي حصل في المحاضرة كله في صفحة 68. لو جيت شروط الحركة الدائرية صفحة 69. صلي على سيدنا النبي وقل صلى الله عليه وسلم. بص يا باشا، السؤال الاولاني بيقول لي ان انا عندي جسم بيدور كده ومربوط في خيط زي ما انت شايفينه،
فالجسم هو جاي هنا وصل لغاية هنا، يا عيني على اللي فاهم. الخيط اتقطع. الخيط ايه يا باشا؟ صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيدور ولا مش بيدور؟ بيدور. الخيط ماله؟ شغل لي دماغك وانا بعمل كده، حضر ده ولا ما اعرفش. لو الخيط اتقطع هيكمل دوران ولا اتخطى مستحيل؟ في اللحظة اللي يتقطع فيها الحبل الجسم يتحرك مماس في نفس الاتجاه. يعني الحجر وهو بيدور بيدور بيدور، الخيط اتقطع هنا يكمل في نفس الاتجاه. يعني أول سؤال هيتحرك في اتجاه الجنب. السؤال اللي بعده، صلي على سيدنا محمد قول صلى الله عليه وسلم. بص معايا يا باشا، السؤال ده الجسم بيتحرك كده، القوة دي بتأثر لأعلى كام نيوتن؟ ودي بتأثر لأسفل كام نيوتن؟ الاتنين دول متساويين في المقدار وعكس بعض في المحصلة، بتبقى جمع ولا طرح؟ لو جيت عملت لحضرتك الجسم اهو، الله على ابني المحترم رافعين شعار الكبير دايما، فالجسم ده هيتأثر بقوة إلى أعلى. اللي يقول لي الرقم يا رب يخش الجنة. اتنين في سيخة، اتنين بتنجانة، اتنين ايه؟ نيوتن. قول الرقم الواحدة. وده كان اتجاه السرعة. يا حبيبي يا رسول الله، الزاوية كم درجة؟ 90. طالما الزاوية 90 درجة، هل الجسم هيتحرك في خط مستقيم ولا هيدور؟ هيدور. هيكون التغير في المقدار ولا الاتجاه؟ الاتجاه. عايش. يبقى السؤال رقم واحد في الصفحة الإجابة اتجاه الجنوب، السؤال رقم اتنين الاتجاه فقط، السؤال رقم ثلاثة حنفل السكرة أيامه حلوة بيضة منورة. قول إذا تحرك جسم في مسار دائري. إذا تحرك جسم في مسار دائري فإن سرعته تتغير في المقدار ولا في الاتجاه، ولا هما الاتنين ولا الاتجاه فقط؟ صح كده. السؤال رقم أربعة حنفلي، يكون اتجاه العجلة المركزية. أيوة. نقط اتجاه القوة الجاذبة المركزية. العجلة والقوة الاتنين في نفس الاتجاه. تبدأ عند السؤال وكلاهما عمودي على اتجاه السرعة. وكلاهما عمودي على اتجاه السرعة. قول حنفلي. جسمي يتحرك بسرعة منتظمة في اتجاه ما. ممتاز. فإذا أثرت قوة على هذا الجسم. الكلمة اللي جاية قولها لي كويس. بعكس اتجاه حركته. ما سمعتكش. بعكس اتجاه حركته. اعلى شوية. بعكس اتجاه حركته. اكتب لي فوقيها سيتا بتساوي 180. سيتا بتساوي 180. قول. ثانية واحدة، في عكس الاتجاه. إلهي يرزقكم الجنة، مقدار السرعة هيحصل فيه ايه؟ هيقل. هل الاتجاه يتغير؟ يعني الإجابة ألف. بص يا ولادي، ابن المحترم اللي متابعني في كل جمهورية مصر العربية، ولادي الجمال اللي معانا اللي شرفونا هنا في اسكندرية، صلي على حبيبنا النبي. فيزياء يعني حل بإيدي، تحل بإيدك يعني جيت لك البيت لوحدك أشرح لك. ابني اللي شايفني وقف الفيديو وحل وارجع كمله عشان تشوف تتأكد من حلك. استعينوا بالله واشتغل. بسم الله. حنفل السكرة. يتحرك. السؤال الأولاني، اللي شاف المذكرة قوة إلى أعلى لسه حلين زيه، كم نيوتن؟ 5 نيوتن. وقوة إلى أسفل كم نيوتن؟ 10 نيوتن. هما القوتين مع بعض ولا عكس بعض؟ القوتين عكس بعض. طب طالما القوتين عكس بعض، لما نيجي نشوف ونطرح الكبير دايما إيه؟ فأنا عندي واحدة بعشرة وواحدة بخمسة، المحصلة هتبقى 5 إلى أعلى ولا إلى أسفل؟ القوة علاقتها باتجاه السرعة، الزاوية كم درجة؟ الجسم هيتحرك في خط مستقيم ولا هيدور؟ هيدور. اللي حل صح الإجابة الاتجاه فقط. وعايزك تكتب لي عند السؤال، طالما اتجاه القوة، طالما اتجاه القوة عمودي على اتجاه السرعة، طالما اتجاه القوة
عمودي على اتجاه السرعة فإن الجسم يدور فإن الجسم يدور. بص الكلمة اللي جاية بسرعة منتظمة. فإن الجسم يدور بسرعة منتظمة. السؤال اللي بعده، الحبل اتقطع ولا ما اتقطعش؟ ركز معايا وخليك حريف. ماشي 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 جالي لغاية هنا، الحبل اتقطع هنا، هيكمل دوران ولا في خط مستقيم؟ يبقى هيتحرك مماس في الاتجاه ده، الإجابة اكس بي. اكتب لي كده، عند قطع الخيط او الحبل يتحرك الجسم في اتجاه المماس، يتحرك الجسم في اتجاه المماس. السؤال اللي بعده مهم قوي قوي، اقرا لي حنفلي وركزوا. بصوا انا هترجم ازاي. قول حنفلي يا سكره. الاشكال التاليه تعبر عن تسريع عده قوى على جسم كويس يتحرك بسرعه فيه كويس. اي منها يمكن ان يدور؟ اسمع اللي جايه بقى، قول. اي منها يمكن ان يدور؟ بس يمكن ان ايه؟ دايره حول كلمه يدور، واكتب لي سيتا بتساوي 90 درجه. دايره حوالين كلمه يدور، واكتب لي سيتا بتساوي 90 درجه. وعايزك تصلي على سيدنا محمد، قول لي صلى الله عليه وسلم. بص يا باشا، ادي القوه اللي لونها ازرق، وادي القوه اللي لونها احمر. لو انت بصيت معايا القوتين دول الزاويه بينهم كام درجه؟ المحصلة بتطلع من نقطة التقابل. ادي القوة المحصلة اللي اسمها اف شرطة، وده اتجاه السرعة اللي بيفهم فيزياء. هل الزاوية بين اتجاه القوة والسرعة 90 درجة؟ يبقى الف خلاص. خلي بالك الف تكفيلة، الف ده قوتين الزاوية بينهم كم درجة؟ هي المفروض الزاوية بين القوة والسرعة هي اللي 90. فألف غلط. لو جينا مسكنا بيها، الله، قوتين متساويين في المقدار يلي بيفهم، وعكس بعض في الاتجاه اللي بيحب رسال، المحصلة بتساوي صفر، مفيش قوة أصلا. القوة دي هتلاشي القوة دي، فالجسم ده هيفضل زي ما هو في نفس الاتجاه بنفس السرعة المنتظمة. ده لو تعرف قانون نيوتن الاول، يظل الجسم على حالته من حيث السكون او الحركه في خط هو عايزه يدور، فتبقى به غلط. هسيب جيم دلوقتي. الهي يا رب يرزقك الجنه يا لها. تقول لي اتجاه الله في اتجاه السرعه ولا عكسه؟ الزاويه هنا بكم درجه؟ هيفضل متحرك في نفس الاتجاه بنفس السرعه ولا المقدار هيقل؟ إذا ألف غلط وبه غلط ودال غلط، الصح يبقى تعال نشوف جيم. قوتين متساويين في المقدار وعكس بعض في الاتجاه، حد يرد عليا الإجابة المحصلة بتاعت الاتنين دول هتساوي إيه؟ صفر. بص بقى، اتفضلت القوة العسلية الجميلة دي لوحدها، وأدي متجه السرعة، هو ربنا يرزقك نور العقل. حد يقول لي الزاوية بينهم كم درجة؟ يلي فهم الفيزياء، طالما اتجاه القوة عمودي على اتجاه السرعة، هل ده هيفضل زي ما هو ولا هيدور؟ يبقى الإجابة الصح دي. السؤال اللي بعده، قول يا فندم. الشكل المقابل يوضح سيارة تتحرك بسرعة فيه كويس اتجاه الشرق تمام، فإذا أثرت عليها قوة إيه؟ ممتاز. فإن مقدار السرعة صلى على النبي، فإن إيه؟ هو عايز يقول لك صلى على النبي، مقدار السرعه. هو سال على اتجاه السرعه ولا المقدار؟ حاجه من الاتنين يا دكتوره، يا اما المقدار هي لو في نفس الاتجاه، يا اما المقدار. فالف، بص بص، الف غلط به صح.
يزداد 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 اذا كانت القوه في اتجاه الله. فوق كلمه اتجاه الشر اكتب لي سيتا بتساوي صفر. بص اللي بعدها، انزل تحت خالص، اكيد الكلامين عكس، يقل اذا كانت القوه في اتجاه الغرب، اكتب لي سيتا بتساوي 180. اذا حبايب قلبي الاجابه الصح يا اما مين يا اما مين، يا اما به يا اما دال. صفحه 71، صلى على سيدنا محمد. انا عايز بقى ابني اللي شايفني وابني اللي في السنتر، هنعمل تجربه. النظام الجديد في الثانويه العامه بيتحدى المعلومه ولا المعلومه والوقت؟ طب انا معايا سؤالين، رقم 10 ورقم 11، الطايم على الشاشه هيبدا من دلوقتي 30 ثانيه. استعين بالله، سيب لي الوقت حنفولي. يلا السكرة. الشكل يعبر عن حركة الأرض حول الشمس في مسار دائري. دايرة حوالين كلمة في مسار دائري يعني حركة دائرية. حنف للسكرة. فيكون اتجاه العجلة المركزية. والله اللي مركز في شرح العجلة المركزية في نفس اتجاه القوة المركزية يعني ألف صح. وعمودي على اتجاه السرعة المنسية يعني هيه صح. يعني الإجابة الصح الأولى والأخيرة اللي عمل كده إيدك فيه. ما تخليش حد يقول لك الفيزياء صح. الله أكبر. السؤال اللي بعده، عندما يتحرك جسم حركه دائريه منتظمه تمام على محيط دائره بقطرها تمام، فان القوه تعمل على تغير اتجاه السرعه الف صح، وتكون الحركه بسرعه ثابته مقدارا به صح. تاخد مني انت واحده كمان، اكتب لي في الصفحه دي في الحته الفاضيه. خلي بالك العجله هنا تعتمد على تغير. لو حد قالها بقى فرحان. الهي يرزقك الجنة احلى ملوكة. تعتمد على تغير اتجاه السرعة. ربنا يسعدكم دنيا واخرة يا رب. صفحة 72 هتلاقي فيها استنتاج قانون من مميزات النظام الجديد، ان حضرتك مش بقى عليك حفظ الاثبات. صفحة 73 باقي الاثبات، ولكننا لازم نعرف الكلمة. بص 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 بقى الملحوظة الهامة، حنفل السكرة دلعنا بالملحوظة الهامة. بيقول لك الحالة الوحيدة التي يتحرك فيها الجسم بسرعة ايه؟ سرعة ايه؟ اكتب لي فوقيها ثابتة مقدارا. ثابتة مقدارا وله ها وله ايه؟ هي الحركة دائرية. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ بص بص تحت ده، لان العجلة هنا اسمها عجلة مر. بص بقى حسام يقول لك ايه؟ العجلة التي يكتسبها الجسم في الحركة الدائرية نتيجة لتغير. يعني هنا في عجلة، عشان مين اتغير؟ المقدار اتغير ولا الاتجاه اتغير؟ اجيب لك كلمة من الاخر، صلى على ردوا على ابوكم حسام بقى او لا. لو المقدار اتغير والاتجاه ثابت في عجله، يا اما تساوي يا اما. طيب لو الاتجاه اتغير، لو الاتجاه اتغير والمقدار، هيبقى في عجله اسمها عجله مركزيه. لكن لو المقدار ثابت والاتجاه ثابت، العجله بتساوي ثابت.
اسمع حتة البقلاوة دي. ولادي في كل حتة في مصر لو المقدار اتغير والاتجاه هيبقى في عجلة قد تكون ايه او قد تكون ايه تزايدية او اما لو المقدار ثابت والاتجاه اتغير هيبقى في عجلة ولكنها عجلة مرن. في الصفحة دي في الحتة الفاضية تحت تعريف العجلة اسمع مني بس هتكتب لي خلي بالك من الفرق وتطلع لي سهمين. سجلها يا إسراء. خلي بالك من الفرق. اصحى معايا. السهم الاولاني اكتب لي عليه. اذا تغير مقدار السرعة وكان الاتجاه ثابت لو تغير المقدار وكان الاتجاه ايه قولا واحدا يتحرك الجسم بعجلة. الهي يجبر بخاطركم قد تكون عجلة ايه او عجلة ايه تزايدية او تناقصية يتحرك الجسم بعجلة قد تكون ايه او ايه ها تزايدية او تناقصية. السهم الثاني اذا تحرك الجسم في اتجاه اذا تحرك الجسم حركة دائرية فانه يتحرك بعجلة مركزية فانه يتحرك بعجلة مالها يا ولادي ها مركزية. يا عيني على هيكمل الجملة تعتمد على تغير الاتجاه الايه السلام على الجمال تعتمد على تغير الاتجاه ولكن المقدار. بص بقى اللي جايه دي اللي جايه دي هديه من بابا حسام. الحاله الوحيده التي تساوي فيها العجله صفر الحاله الوحيده اللي فيها العجله تبقى بكام يعني على هيكمل الجملة عندما يكون الاتجاه ثابت والمقدار ايضا ثابت. الحالة الوحيدة اللي فيها العجلة بصفر لما يكون الاتجاه ايه والمقدار ايضا ثابت. يا حبيبي يا رسول الله ما تصلي عليه 74. بص يا باشا قانون العجلة بتساوي مربع السرعة الممسية على نص قطب. لا 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 بتساوي السرعة ولا مربع السرعة؟ طب نشوف أول سؤال. اقرأ حنفول يا سكرة. وحدة قياس العجلة. بس 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 بس. تاني. وحدة قياس العجلة. تاني تاني تاني. وحدة قياس العجلة. بعد كلمة العجلة حط كلمة إيه؟ يحط مركزية يحط جاذبية يحط عجلة ولا مش عجلة؟ يبقى هي معادل تغير السرعة بالنسبة للزمن وتغير السرعة هنا يعني حدوث تغير إما في الإيه أو في الإيه في المقدار أو الاتجاه. الوحدة متر على ثانية تربيع. أي عجلة حنفل السكرة تتحرك سيارة بسرعة خطية ثابتة كام؟ مقدارها 20 متر كل ثانية. مقدارها كام؟ هي العجلة عايزة السرعة ولا مربع السرعة؟ اكتب لي فوقيها في تربيع بتساوي 400. حنفل السكرة حول منحنى نصف قطره 100 متر. نصف قطره ايه؟ اكتب لي عليها ار بتساوي 100. الله اكبر. ولاد الحلوين ولاد الحلوين اللي عندهم حلم ان شاء الله هي في ولا في تربيع؟ 400 مقسومة على يبقى الإجابة 4 متر على ثانية تربيع. نصلي على سيدنا النبي. ارجع لورا. نحن الآن رافعين شعار أهلا ومرحبا بكم في معسكر إعداد الثانوية العامة. السؤال القادم سؤال يحمل الصفات الوراثية لامتحان ثالثة ثانوي ينطبق عليه الجملة الحسامية الخليلية العالمية ولا نفكر ولا انت تفكر مين اللي تفكر اشوف بس حابب اسأل سؤال
وانا بتحرك على سطح الدايره سرعتي بتقل ولا بتزيد ولا ثابته؟ العجله اللي عندي تزايديه ولا تناقصيه ولا مركزيه؟ مركزيه. ممكن تقول لي امتى العجله تبقى تزايديه؟ لما السرعه تزيد. طب امتى تناقصيه؟ إله يرزقكم الجنة. طالما الجسم بيتحرك في نفس الدايرة، العجلة اللي بيتحرك بيها عجلة متغيرة ولا عجلة ثابتة؟ ثابتة. ليه؟ طالما على نفس الدايرة، الفي دي اللي فهمان فيزياء، الفي دي بتزيد ولا بتقل ولا مقدار ثابت؟ وطالما على نفس الدايرة اللي بتفهم فيزياء، نص القطر ده بيزيد ولا بيقل ولا مقدار ثابت؟ إذا أي جسم بيتحرك على سطح دايرة سرعته بتزيد ولا بتقل ولا ثابتة؟ ثابتة. العجلة اللي بيتحرك بيها بتزيد ولا بتقل ولا ثابتة؟ ثابتة. لو عندك حلم بجد وعارف إن أنت باباك ومامتك في رقبتك ولازم تكبر بخاطرهم، فكر في السؤال اللي جاي جد. وهوقف لك الفيديو. جاهزين للسؤال؟ بسم الله. هنقول لي اقرا الاختيار الاول. الف تساوي. في حد اختار يساوي؟ ارفع ايدك فوق. حد شايفني اختار يساوي؟ لو كده ارفع ايدك. الاخ اللي قاعد في اسيوط بيتفرج عليا ضرب الكلسون في الساعه دي. لو ارفع ايدك. يساوي. وانا شرحت ايه اللي بعدها؟ به ده. حد اختار ده؟ ايده فوق. في ناس مفتحه رفعت ايديها في يساوي ضعف. قال لك عشان السبوبه ما تروحش كان هيوزع كرم الله ولا حاجه. اللي قال ضعف ايدك فوق. فوق خالص. لا انسى اللي عامل لي كده. يعني دي كده ايه؟ مش هحسبها. اللي قال ضعف ايدك فوق. اللي قال عملها نصف ايدك فوق. انا مش عارف اتكلم. مين اللي اختار نصف؟ بامانه بالحب. لا بالحب. يا ريتها كانت بالحب عشان هي غلط. ما حدش يتوقعني. نصف غلط. اخر اجابه مين اختار؟ اللي اختار ربع ايدك فوق برضه غلط. يبقى ربع ايه؟ والنصف ايه؟ العركة بنت سوى ضعف. مين اختار ضعف؟ خلاص بالامانة ضعف غلط. اقسم بالله خليتها من غير ما اعرفها. الفيزياء ساس. انت سقعانة ولا بتضحكي؟ اقسم بالله بتغسليني. صلى على النبي. بص، ولا انا افكر ولا انت تفكر. مين تفكر؟ ما هي دي المصيبه. نركز. هنفل السكر. طب استنى اريح. ابو شعبان شعبولي هيقرا زي ما عملنا. هنفل السكر هنعمل شعبولي ايامه حلوه بيضه منوره. عايزك تقرا لي وتدلع القرايه شعبولي. لازم مصر تعرف ان حسام خليل اجيال ورا اجيال. زي ما كان في حنفلي هيبقى في شعبولي. خش يا شعبولي واديني في الاخر. قول وايه؟ قول جسمان ايه وبي. فين يا شعبولي؟ جسمان ايه وبي. هو ده جسمان ايه وبي. اتفضل شعبولي قطع شبكه. انت فرحانه؟ انت عايزين الكعب اللي انت منفسنا من ناحيته. ده ترند في الفيديوهات. دماغك شغاله. بص الحرقان هيعدي المزلقان. يطلع هو بعد كده يتسوق. زي ما في حنفول مستيكه يبقى في شعبول كراميلا. اصبر. ولا شعبول ما تخافش انا في ظهرك. جسمان ايه وبي. الله شايفين القرايه؟ الله وشفتوا قال ايه وبي ازاي؟ مش مهم كمل. يتحركان على محيط دائره واحده. بس قولها تاني دي. يتحركان على محيط دائرة واحدة. دوس على الكلمة اللي أنا عايزها. دائرة واحدة. يا قريني وعينك في عينيا. كلت اللحمة وسبت لي اللية. الله الله يا سلام.
بص قالها ازاي؟ قولها كده تاني. على محيط دائره واحده. الله الله، دائره يعني نص القطر ثابت، وطالما دايره واحده مش السرعه ثابته. اللي يحب حسام يرد عليه، الفي مش العجله، في تربيع مقسومه على ار. هل الفي بتاع ده مختلف عن الفي بتاع ده؟ هل الار بتاع ده مختلف عن الار بتاع ده؟ اتقل عليا، اتقل عليا، هتتبسط. اقرا إيه حنا يا شعولي. وكتله ايه ضعف كتله بي؟ تاني. وكتله ايه ضعف كتله بي؟ تالت. وكتله ايه ضعف كتله بي؟ قولها اخر مره بالدلع. وكتله ايه ضعف كتله بي؟ وكتله ايه ضعف كتله بي؟ هنا لعب الفراغ العاطفي عند الطلبه المريضه بامراض التسلخات السريه. الولا قعد في اللجنه قال لك ايه كتله كبيره، اذا ليه الضخم ده وهو بيدور هيبقى على راحته، شادر لكن يا سريع. ده لو انت اللي بتفكر هل القانون فيه كتله؟ صلى على النبي. لما اجي اقول لك شرح محاضره الفيزياء، شرح محاضره يتوقف على وجود مدرس الفيزياء، طلاب الفيزياء، قاعه الفيزياء، كم عامل؟ فجيت قلت لحضرتك بعد الشر، بعد الشر اذا مرض مدرس الحاسب الآلي، ما هي العوامل التي تتوقف، ماذا يؤثر ذلك على شرح حصة الفيزياء؟ هل هتزداد ولا تقل ولا لا تتغير؟ لأن حصة الفيزياء ملهاش علاقة بمدرس حاسب الآلي. نفس القصة، العجلة بتسوي في تربيع على ار، هل هنا في ام؟ هل في ام؟ طالما ما فيش ام يبقى تؤثر ولا لا تتأثر؟ إلى جانب أبو حسام قال طالما على نفس الدائرة مقدار العجلة ساوي، الإجابة تساوي. ولادي اللي شايفيني وعملوها تساوي، الله أكبر. اكتب لي كده، طالما الجسمان، طالما الجسمان، اللي بتقول لي إيه؟ أنت مش بتاخدي فيزياء عند مسايبك يا حبيبتي. إهدي يا ماما. طالما الجسمان يتحركان على نفس الدائرة فإن، عد بقى، واحد مقدار السرعة ثابت، اتنين مقدار العجلة ثابت، تلاتة نصف القطر ثابت. كم حاجة ثابتة؟ أصلي على سيدنا محمد. تركيز شديد. معانا دلوقتي خدعة مستوى عالمي إلهي يا رب بيقولها لي يحقق حلمه. العجلة بتتناسب طرديا مع السرعة ولا مربع السرعة؟ مربع السرعة. بص يا ولادي، عايز ابني في كل حتة في الجمهورية يركز قوي في اللي هيتقال دلوقتي. ممكن نصلي على سيدنا محمد؟ بعد اذن حضرتك، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا، استعيذ بالله من الشيطان بجد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللقطه دي حلوه قوي. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بص يا باشا، يا بركة بسم الله، لما السرعة تزيد للضعف، لما السرعة تزيد للضعف، ما سمعتش حاجة، لما السرعة تزيد للضعف، مربع سرعة يزيد مربع ضعف. هي السرعة بدل ما كانت في بقت كم فيه؟ إذا مربع السرعة هيبقى اتنين ولا أربعة؟ أربعة. لأن الاتنين لما تتربع تبقى أربعة. هي العجلة بتعتمد على السرعة ولا مربع السرعة؟ أربعة. فبدل ما كان اسمها ايه هيبقى اسمها أربعة. بص حسام هيقول ايه؟ السرعة زادت للايه؟ مربع السرعة تزيد الضعف ولا مربع الضعف؟ مربع. العجلة بتعتمد على السرعة ولا مربع السرعة؟ مربع السرعة. بروفة كمان. الله أكبر على اللي يرد. إذا زادت السرعة ثلاث مرات فإن مربع السرعة مربع.
هيزيد كم مرة؟ 9 مرات. فإن العجلة هتزيدها 9 مرات، لأن العجلة تعتمد على السرعة ولا المربع؟ أعلى صوت في القاعة. هعكس لك اللعبة، لو العجلة زادت كم مرة؟ يبقى المربع السرعة زاد 16. لكن السرعة بس 16 ولا جذر 16؟ يعني يبقى كام؟ صلى على سيدنا محمد. بص حسام هيقول لك ايه، لو السرعة زادت كام؟ السرعة زادت 4، مربع السرعة 16، مربع السرعة 16، العجل هتبقى 16. استعينوا بالله عز وجل. صفحة 76، ابني اللي شايفني 10 ثواني بالظبط على الشاشة، استعين بالله وحل بإيدك أول سؤال. أول سؤال في 76، تمام، في مسار دائري تمام، فكانت العجلة المركزية تساوي ايه؟ تمام. فإذا تحرك الجسم في نفس المسار الدائري في نفس الايه؟ مسار دائري. يبقى الار مقدار ثابت. الار مقدار ايه؟ بص الكلمة اللي جاية، قول بسرعة منتظمة 4 في. ربنا يرزقك الجنة. كان اسمها في بقى اسمها؟ هل العجلة بتعتمد على السرعة ولا مربع السرعة؟ هنا هيبقى في رقم كام؟ 16. صمت. لما كان الرقم هنا 1، كان الرقم هنا 1، الرقم هنا بقى كام؟ 16. يا حبيبي يا رسول الله، الرقم هنا هيبقى 16. يعني بدل ما كان اسمها ايه بقى اسمها 16. ايه اللي عمل الإجابة صح؟ يرفع يقفل. ربنا يحميكم ويجعلكم سبب لفرحة أهليكم، قولوا أمين. على الشاشة 10 ثواني تانيين حل اللي وراها. فل السكرة. جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة. عسل. إذا زادت السرعة الممثلة وإلى الضعف. أوه، السرعة اللي زادت بيتكلم على الفي. بدل ما كان اسمها في بقى اسمها 2 في. لكن أنا يخصني التربيع، اللي 2 تتكتب هنا يبقى رقم كام؟ 4. قول حنفلي. وزاد نصف قطر المسار. بابا 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 قولها تاني. وزاد نصف قطر المسار. بدأ يعلي عليا، قول من الأول. جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة. اه. زادت السرعة الممثلة له إلى الضعف. بدل ما كان اسمها في بقى اسمها 2 في، ربعناها حطينا 4. بص اللي جاية. وزاد نصف قطر المسار الدائري إلى الضعف. يا حبيبي يا رسول الله، هنا بقى في رقم 2. اللي بيفهم نسبة على الـ2 فيها. على الـ2 فيها الـ2. صح. حضرتك كان هنا فيه. كان هنا فيه. هنا بقى في رقم كام؟ يبقى تزداد للضعف. مسيكة. بص بقى الصفحة اللي في الوش، اكتب لي عليها ان شاء الله في الامتحان. قول حنفلي.
جسمي يتحرك بسرعة ممثلة فيه. تمام. متأثرة بالعجلة المركزية ايه؟ تمام. إذا زادت العجلة المركزية إلى 2 ايه؟ الله الله الله. بص 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 بص، كان الأول بيتكلم على السرعة ويقول لي عايز اللي حصل في العجلة ده، قال لي العجلة بدل ما كان اسمها ايه بقى اسمها؟ بص اللي بيفهم، فالرقم هيجي هنا 2. عايز حد شاطر يقول لي لما يدخل جوه يبقى 2 ولا جزر؟ جزر الاثنين. يبقى الإجابة هتبقى جزر 2 فيه. سنة 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 عمل زي ايه؟ سنة فيه. لو قال لي بصوا الحركة دي، لو قال لي السرعة زادت للإيه؟ الرقم بره بيجي لي كام؟ فبحط هنا 4. أم هو امشي بالحكاية بالعكس، طب لو قال لي العجلة 4 هكتب هنا؟ هيدخل جوه 16 ولا 2؟ أم هو جالي في السؤال قال لي العجلة زادت للإيه؟ يبقى مربع السرعة يزيد للإيه؟ الرقم اللي بيخش جوه بناخد الجسر بتاعه، يبقى بدل ما هي 2 تبقى ها جسر. إجابة السؤال كسر إيه؟ وهنا هنقف وقفة. إلهي يا رب، اللي يجتهد في السؤال اللي جاي يا رب اجبر بخاطر والديه في الثانوية العامة. استعين بالله وهوقف لك الفيديو وحل اللي جاي لوحدك. حنفولي. جسمي يتحرك بسرعة ممثلة فيه، فإذا زاد نصف كتل البصر بتقل الضعف. ضربت المقام في 2. ضربت المقام في 2. يا بختك اللي فاهم. قول. فإن العجلة المركزية تظل ثابتة. بابا 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 هي العلاقة علاقة إيه؟ فالمفروض لما يزيد للضعف ده يقل لل، معنى كده إن هي تظل إيه؟ زي ما ضربت المقام في 2 يبقى ضربت البسط في 2. عشان مين تروح مع مين؟ الاثنين مع الاثنين. فقدر ما حصلش. فمعنى ان ضربت البسط في 2، حد يرد عليا ان السرعه ولا مربع السرعه؟ ام هو سال على السرعه؟ يبقى الاجابه جذر 2. الهي يسعدكم اللي عملها كده فوق، ربنا يحفظكم. انقل طريقه التفكير. صلى على سيدنا محمد. الجسم بيتحرك على سطح الدائره ولا مش بيتحرك؟ السرعه قلت ولا زادت ولا ثابته؟ اي سرعه في كوكب الارض؟ من على مين؟ المسافه على. بناخد السرعه اللازمه لعمل دوره واحده. وانا عشان اعمل دوره واحده مشيت نص المحيط ولا المحيط كله؟ اللي هو طبيعي. لو ترجع لتاني اعدادي درسته في الترم التاني، الزمن اللازم لعمل دوره واحده اسمه الزمن الدوري. الزمن الدوري ده اللي هو زمن دوره واحده. زعل مني في حاجه؟ اشتري مني وخليك صبايعي فيزياء. رقم 2 ده فيه خدعه؟ او لا؟ مفيش خدعه. رقم الباي ب 22 على والار مفيش خدعه. لو جاب لك مساله من نوع الخدعه بتكون في الرقم ده، اللي ركز في الشرح، وده زمن كم دوره؟ فيجي في الامتحان يقول لك وكان الزمن اللازم لعمل 5 دورات. هل ينفع اعوض بيه؟ من اخر السرعه اللي بيتحرك بيها على جسم على سطح دايره 2πr اللي هي محيط الدايره. هو انا بعمل المحيط ده بعد 10 دورات ولا دوره واحده؟ اذا اللي عوض بيه هنا لازم زمنها دوره واحده. برافو. صفحة 81 بص قال ايه. ركز معايا. اقرأ حنفولي. اذا كانت السرعة المماثية التي يتحرك بها جسم 7 متر لكل ثانية، الفي 7 متر لكل ثانية، انا فارق معايا الحركة اللي جاية. قول حنفولي. وقد اتم 4 دورات. اي 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 اصحى 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 اصحى. كم دورة؟ قول. هو الزمن بالدقايق ولا بالثواني؟ وما كم دقيقة؟ اكتب لي فيها 120 ثانية. 120 ثانية. الله هو أكبر. هو السرعة 7 متر لكل ثانية، عمل 4 دورات في 120 ثانية. اللي فهمان فيزياء الزمن اللي بشتغل بيه زمن 4 دورات ولا دورة واحدة؟ الحريف يقول لي
همسك المية وعشرين ثانية هقسمه مع الكام. حسام بيقول لك زمن الدورة الواحدة امسك زمن كل الدورات اقسمه على عدد الدورات. صلى على حبيبك النبي. معايا علبة فيها 20 شوكولاتاية ومعايا 4 تنفار، عايز اعرف الواحد هياخد كام، هقسم كام على كام؟ 20 على 4، فانا يخصني زمن الدورة الواحدة. همسك ال 120 اقسمها على 4 يطلع زمن الدورة الواحدة كام ثانية؟ 30. بصلي في الواسع. السرعة المماسية اللي هي في بتساوي المسافة اللي قطعها اللي هي 2π المحيط اللي هو r على زمن الدورة اللي هو t. انا عايز اجيب ال r. طريقة حسامية خليلية من الاخر من هي اللي يطلبه خبي يعني اللي يعرف يرد والباقي الف بيه. اول لفة دور في بعض يبقى الفي. حد يرد عليا مضروبة في التي لسه اللفة ما خلصتش وانا بعكس اللفة بدل ما كنت بضرب هعمل ايه؟ هقسم على 2π. انا عايز اجيب الار. الفي قال لي بسبعه. التي ما تغفلتش في عيالها تعور بالمية وعشرين الصح عور بكام؟ 30. فالفي 30 على 2 ده رقم والباي زرار على الآلة الحاسبة هتطلع الإجابة دي. ابن الجميل لو بص هيلاقيني عامل لك حاجة جميلة خالص 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 في صفحة 80 مجمع لك كل القوانين اللي خدناها في المحاضرة في صفحة واحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواجب طبعا مديكوا أمثلة محلولة جميلة جدا. كل أسئلة المحاضرة واجب من غير ما نقول. صلينا على سيدنا محمد. واجب المرة اللي فاتت كان في سؤال عالمي. كان في سؤالين، سؤال متكرر الإجابة فيه 20 نيوتن سهل خالص، والسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لي أنا عايز الكتلة. صلي على سيدنا محمد قولي صلى الله عليه وسلم. الناس الشاطرة اللي بتذاكر حسام اداك مثلث يا عيني على اللي يعرف. قلت لك الام اللي هي الكتلة مضروبة في الاي اللي هي العجلة هيديني الاف اللي هي القوة، صح؟ انا الراجل مديني رسمة وقال لي عايز الكتلة. هي الكتلة اسم مين على مين؟ الكتلة اسم مين على مين؟ اف على ايه؟ يعني عجلة على قوة ولا قوة على عجلة؟ اللي فاهم القوة على محور السمح والعجلة على محور يعني انا عشان اجيب اللي مركز معايا في الشرح انا عشان اجيب الكتلة بالله عليك ركز في اللي هيكتب لازم اقسم القوة على العجلة. إله ربنا يرزقك الجنة يعني لازم أقسم السينات هترد عليها على الصابات. لو خدت رقم من السينات دغري عامل كام؟ على رقم من الصابات عامل كام؟ يعني 10 على 1 الإجابة 10 كيلوغرام. واحد يقول لي يا مستر ما أنا قسمت الصابات على السينات هقول لك ودنك منين يا جحا؟ لما قسمت الصادات على السينات جبت مقلوب الكتلة ورجعت قلبت الرقم. انت جاي لابوك حسام يخليك توصل للحل بطريقة سهلة. في فرق ما بين واحد عمل كده. بص يا ولادي بص يا ولادي قسم الايه على الايه؟ حد يقول لي الصادات على، فبدل ما يجيب الكتلة جاب مقلوب الكتلة ورجع قلب الرقم. لكن ابوك حسام خلاك تجيب الحل في خطوة واحدة. كتلة قوة على عجلة يبقى سينات على صابات يعني 10 على 1 10 كيلو جرام.
تاني مطلوب طالب الوزن هضرب الكتلة في عجلة الله. هنضرب رقم 10 في 9.8 من 10 هتطلع الإجابة ها 98. صلينا على سيدنا محمد. المرة اللي جاية إن شاء الله ما فيش امتحان. حضراتكم هتشرفوني هنا في السلطة بإذن الله الساعة كام ها 5:30.